ستستمر وتتعاظم مع وجود هذا الرجل هنا، وأنا أعرف هذا كحقيقة. شكرا لكم، ويسعدني أن أكون معكم أيها الرجال والسيدات الرائعين لوزارة الخارجية، وأنا أشعر بالامتنان لكل ما فعلتموه من أجل وطننا، وأنكم ستقومون بأشياء لم تكونوا تعرفون شيئا عنها. ولدينا موضوعين الآن جاريان لا يعلم عنهم الكثيرين، ولكن ما يحدث هو مشجع جدا. أشكر أيضا نائب الرئيس بنس والعديد من أعضاء إدارتي الذين هم موجودون معنا اليوم. نحن هنا نحتفل بحلف يمين وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو. إنه يوم سيكون له نمايك، سيكون له الفرصة للتعبير عن مهاراته وإمكاناته. والآن تحضرنا السيدة زوجته وولده، وأشكرهم على مشاركتهم معنا هذه اللحظات الرائعة. شكرا لكما. مايك هو أمريكي وطني حقيقي، كرس العديد من السنوات من حياته للدفاع عن الأمريكية بعد دخوله الكلية الحربية الأمريكية في ويست بوينت، وهو دخل الكلية في عامه 18 وتخرج الأول على دفعته. وأعتقد أنني سمعت هذه الأشعة لفترة كبيرة ولكن تأكدت منها، وأيضا قالوا لي أنني كنت الأول على دفعتي ولم يحدث هذا أيضا. ولكن عندما تسمع لا تقول أي شيء ولكن تدع الأمور تجري. وبما أنه كان الأول على دفعته، وأنا أعلم هذا فعلا، وسألت هل هذا حقيقي، قالوا لي نعم بالفعل. ومنذ 4 أسابيع الكل يقول أنه الأول، فإذن هو الأول على دفعته في الكلية الحربية الأمريكية بويست بوينت، وخدم في ألمانيا كضابط مدرعات، وشارك في وقت هدم حائط برلين، ودرس القانون في جامعة هارفارد، وتم انتخابه للكونغرس الأمريكي من عن ولاية كانساس العظيمة. بالفعل هي كذلك. في الكونغرس عبر عن نفسه كأحد أفراد مجتمع الاستخبارات، ولعدد من السنوات خدم وطنه كمدير للمخابرات المركزية الأمريكية، وأدى عملا رائع جدا. وأعتقد أنهم هم الذين ليسوا سعداء في الوقت الحالي، ولكن نظرا لأنه تركهم، ولكن أعتقد أن جينا ستكون أيضا مصدر فخر لهم، كما خدم أيضا في العدد من المكاتب الخارجية. مايك يحظى باحترامي وإعجابي وثقتي، وسوف تعلمون لماذا خلال الأعوام المقبلة وربما خلال الشهر المقبل. أنني على ثقة تماما أنه سيقوم بعمل جيدا كوزير الخارجية 70 لهذه الأمة، وسيقوم أيضا بتمثيل كل مصالح الشعب الأمريكي في الخارج، كما أنه يتابع عمل 13,000 موظف في المكاتب الخارجية و 12,000 ضابط قنصلي ومسؤول قنصلي، وهذا عدد ضخم. ولدينا ويتابع أيضا نظام جديد للهجرة والسفر، وهو في الوقت الحالي قيد التطوير، وهو نظام سوف يكون حديث العالم مع نهاية العمل فيه، إضافة إلى
الآلاف من الدبلوماسيين وعناصر الأمن والموظفين المدنيين، الكل يلعبون دورا كبيرا في رخائنا وحريتنا وكل الأشياء الجيدة بشأن الولايات المتحدة. إنهم أشخاص هامين ورائعين، وكما قال الرئيس إيزنهاور عام 1953 أننا لدينا مندوبين في جميع أنحاء العالم دورهم هو حماية المصالح الأمريكية. لمدة 230 عاما قامت عناصر وزارة الخارجية بتنفيذ هذا النداء وهو تمثيل المصالح الأمريكية، والآن لدينا هذا الشخص الذي سيقوم به وزير الخارجية مايك بومبيو. الوزير بومبيو تهانئي مرة أخرى، ولا أشك أبدا في أنك ستجعل أمريكا فخورة كالمسؤول الأول عن الدبلوماسيين الأمريكيين. أنت شخص متميز وصديق عزيز، وبالفعل أنت ستمثل دولتنا. أنت فعلا فخر لنا، وأعتقد أن أتحدث بالنيابة عن كل شخص في هذه الغرفة وبالنيابة عن عائلتك. مرة أخرى شكرا مايك وتهنئتي.